من ضمن أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه هو انزعاج المحيطين منهم من السلوكيات المزعجة التي قد يظهروها بشكل متكرر. مهما تم توجيههم على التوقف من إظهار هذه السلوكيات، نجد أن الأطفال فرط الحركة تشتت الانتباه كثير ما يظهروها، منها أنهم بيتكلموا كثير، بيقاطعوا في الحديث، ما بيستطيعوا أنهم يكونوا في مكان واحد لمدة طويلة، ممكن يكونوا متهورين جدا، وبالتالي يسببون كثير من الإزعاج للمحيطين بهم في الفصول الدراسية وكذلك في الأسرة أو عند زيارتهم للأماكن العامة. وبالتالي الطفل الذي يعاني من فرط حركة تشتت الانتباه كثير ما يصب عليه انتقادات، توجيهات بشكل متكرر ومزعج، وكذلك المقارنة مع الأطفال الآخرين. هذه الأمور تسبب للطفل إحساس بعدم الثقة بالنفس. عشان نقدر نحل هذه المشكلة، لابد أن نوجه الأهالي والمدرسين على أنهم يستعيدوا ثقة الطفل بنفسه بتشجيعه وبتعزيز ثقله، بفصل سلوكه عن شخصه. بالتالي لعين ينتقدوا السلوك مع ذكر محاسن الطفل أو الأمور الإيجابية ليتمتع بها الطفل. كل ما تكلمنا أكثر عن قدرات الطفل، كل ما عززنا ثقته في نفسه.